هو بطل وكل شاب في سنه بطل، وعايز اقول لعمرو اديب انت ولميس، انتوا عايزين شباب ولا عايزين ايه؟ انتوا عايزين تقعدوا تتريقوا على مخلوق ربنا، وانت تعمل لي مناخيرك كده وتعمل لي كده، قرفنا خلاص. زي ما انتوا قرفتوا من الوجوه القديمه، احنا قرفنا من المذيعين القدام، خلاص قرفنا بجد، والشعب قرف منكم. والله العظيم الشعب قرف منكم. وادي شاب لوحده اهو، خلاص اسمه هو احمد مرتضى مصر، ونزل وما صرفش، مع احترامي طبعا عبد الرحيم صاحبي وصديقي، ما صرفش واحد من المليون اللي صرفه عبد الرحيم. قالوا له الرقم بتاعه كان الدكتور عبد الرحيم نجح، ما كانش دخل عادي. نعم، يعني انت اللي عملت عادي تقريبا. بالظبط. فانا عايز اقول لكل شاب في سن احمد اهو، انزل وما تخافش، ده كبرش. وكل ناخب، كل ناخب في سن احمد قاعد على القهوه اتفرج على ماتش، اتفرج على التلفزيون، قاعد على النت، انزل يا اخي. مش احمد ده شاب زيك، انزل ادلي بصوتك، والدوره جايه انزل الانتخابات شارك. ويعني هو احمد لما يبقى عنده مجلس، لان احمد لما يكسب سيد كوهر وعمرو الشوكي الاثنين كانوا اعضاء مجلس الشعب، هو لسه بادئ حياته لوحده، واخد بالك؟ ولازم نعرف انه سيد كوهر كان وراه الحزب الوطني وعنده قواعد الراجل ده، مش عيب. وان عمرو الشوكي عنده الاخوان المسلمين وده عيب. شكرا. طب تحب تقول له بقى كلمه ايه بقى ليه؟ هو احمد اقول له مبروك، انت راجل جدع ولوحده. انا ما رحتلوش الا مؤتمر 5 دقايق في ارض اللواء بالظبط كده، انما الناس حبته وادت له. وعايزه ده، وده رد على لميس الحديدي ورد على عمرو اديب. ده احمد مرتضى الراجل اللي انا اجيب سويل اتصرف عليه ولا يجرؤ اسف عليه. احمد على فكره من حسابه الشخصي بيعمل كل ده، لانه مش محامي، مش صايع، ولا بياخد فلوس من قطر ولا الامارات ولا من اي حته ثانيه. فانا لما بالواحد كده ولف كل الاحياء الشعبيه، بص ومدعم فيها بالشاشه ده. لا، وهو يمكن انت فاكر لما هو بيسالني قال لي دي في ناس كتير بتدفع. الصبح بجت قلت لي اوعى تدفع. قلت له اوعى تدفع لملايين. انت داخل معركه بشرف وتكسبها بشرف. فلما يجيب فرق بينه وبين عمرو الشوكي حوالي 6000 صوت، وفرق بينه وبين سيد جوهر 14000 صوت، يبقى ده بطل. والشعب المحترم اللي هو بقى في 100 عقبه، العجوزه القديمه الحيتيه بين السيارات، سليمان جوهر، ولاد علام،